طيب وصلني كمان ان نادي السكة الحديد ربما يرفق لكم احتجاجا جديدا بشريط المباراة بعد ان علموا ان قناة النيل للرياضة سجلت المباراة كاملة بأحداثها، بتاخدوا بالفيديوهات كلها اللي اتعرضت ولا ليكم مصدر فقط تاخدوا من خلاله فيديوهات او صور؟ لا، اللائحة شريط المباراة الأصلي من التلفزيون، ما بناخدش بالفيديوهات. شريط المباراة الأصلي، يعني النيل الرياضة ذاعت الماتش كامل امبارح مسجل، هي المعتمد الرئيسي ما دام سجلت المباراة لأنها هي تلفزيون الدولة ومبنى ماسبيرو. بس يعني شريط المباراة ولا أيا كان، يعني التقارير الواضحة بتاعت الحكام والمراقبين، فأي حاجة كانت مكتوبة في التقارير يعني. هو الأصل دايما، أنت بتقول لي دي وأنا بتعلمها منك، الأصل دايما التقارير لأنها أقوى من أي حاجة. لما واحد الحكم وبعد كده المراقب وبعد كده في الآخر حاجة شريط المباراة الأصلي، الحاجات اللي مش شايفها الحكم، اللي مش قدام الحكم. لان وصلني دلوقتي ان نادي السكه الحديد يعني اصدر بيان وقال ان هو يعني في حاجات ستظهر في شريط المباراه ستعرض على لجنه، يعني هيروح للانضباط كمان. الانضباط ده حاجه تانية، يعني لجنه التظلمات والانضباط دي بتبقى لجان قانونيه من حقها ان هي تعمل تحقيقات وبتعمل وتستدعي ناس وشهود وحاجات كبيره. اما المسابقات فدورها بس في تقارير الحكام والمراقبين وشريط المباراة اللي الأصل. يعني أنت كده دورك انتهى، ما ينفعش حد يقدم لك مستند جديد. لا 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 لا. أي حاجة جديدة، أي حاجة جديدة تروح للانضباط والتظلمات، سواء تمام. السكة الحديد لو يعني شاف الترسانة يروح التظلمات والسكة لو عايز يروح الانضباط. الترسانة يروح التظلمات وده يروح الانضباط، دي كل لجنة لو عايز منفصلة. يظلم من القرارات يروح التظلمات. السكة عايز شايف إن في حاجات تانية حصلت وعايز عقوبات عليها يروح الانضباط وبيقدم الدليل والحاجات دي كلها، وهم بيحققوا بقى ويجيبوا شهود ويستدعوا حاجات كده، يعني عندهم قدرة في التحقيقات وقدرات قانونية. ما هم كلهم ناس مستشارين، عشان كده تم تعيينهم بيبقوا مستشارين ومن القضاة. بتفق معاك يا حاج عامر وبشكرك شكرا جزيلا، مش عايز اثقل عليك، عايز اركز في حدث واحد لان دايما الكلام معاك متشعب، ولكن عايز ارد على الالاف معايا وعايز ارد على الاخ اللي بيقول ازاي الحاج عامر في اتحاد الكوره ورابطه الانديه. لما تعرف الاول الحاج عامر فين وبتكلم، الحاج عامر ليس عضوا برابطه الانديه لان الراجل في التشكيل الجديد اختار ان يكون في اتحاد الكوره، فهو بقي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. ما فيهاش تعارض عبد الناصر دي. ما انا عارف، انا لسه انا هوضح. اعتذرت واتفقت مع النائب المحترم احمد دياب ان هو ان احنا ما نعملش لغه القال وما يبقاش في ضغوط علينا ان انا ابعد عن الرابطه، والراجل مشكورا وافق ان انا ابعد عن الرابطه واكتفي ان انا ببقى مشرف على المسابقات دي. وعضو اتحاد الكوره بالانتخاب، يعني الحاج تمام. عشان بس السوشيال ميديا والتضليل، الحاج عامر ليس عضوا برابطه الانديه وبرضاه والقانون لا يمنع وجوده واللائحه لا تمنع وجوده، ومع ذلك الراجل لما قيل لي ملف المسابقات معاك قال طب انا بعتذر عن الرابطه واكتفي باتحاد الكره وملف المسابقات التابع للاتحاد المصري، وطبعا بالتنسيق مع الرابطه لان هي صاحبه منتج الدوري المصري. ف ف يعني بس لان انا قلت ده مليون مره، فلقيت فرصه مع الحاج عامر. يا جماعه بلاش، احنا في مصر ماشيين على الدواء، كل نادي معاجيه بيقبضوا ملايين من الاعلاميين وصفحات كلها مدفوعه وماجوره، وما اسهل ان ندور على لايكات واعجاب حرام، وانا مطلع لفظ اللايك الحرام لان اللايك الحرام ان انا امشي على هواك ولوث سمعه الناس عشان اخد دولارات واعمل مشاهدات حرام. وبرضه عبد الناصر برضه اكد برضه على نقطه مهمه بعد اذن حضرتك. اتفضل. ان في بعض الناس قالت ان انا اعتذرت عن الرابطه علشان اخد مرتب في من المسابقات، وحضرتك عارف ان انا من يوم ما اشتغلت في الاتحاد ما باخدش اي مرتب. الحاج عامر متطوع ولا يتقاضى مليم. لا في منطقه حددوا المبلغ كمان، حددوا ان انا باخد 70,000 جنيه، يعني شوف وصلت لايه. انا نفيت حضرتك على موضوع السوشيال ميديا والتعامل والكلام ده طبعا
انا نفيت على فكره ده، بس كويس اللي انت اكدته معايا. الحاج عامر منطقه اسكندريه تابعه للاتحاد المصري، وهو رئيسها ويشرف على كل شيء فيها مجانا. عضويه اتحاد الكوره لا لا، حتى المنطقه خلاص يا عبد الناصر دي تم تسليمها خلاص امبارح لاول امبارح. ده قرار جديد، لان بقت خلاص هي دلوقتي بقت تشكيلها مش ما فيش مجلس اداره في الفروع في المناطق، بقت مدير تنفيذي ومدير مالي كلهم من الموظفين بناء على لائحه النظام الجديده، فبالتالي تم تسليم المنطقه. يعني من النهارده انا مش رئيس المنطقه. تم تشكيلها مدير تنفيذي ومدير مالي وموظفين والشؤون القانونيه ومدير الشؤون القانونيه. ده بدا من النهارده، ده بدا من النهارده يا حاج عامر. بالنسبه لاسكندريه النهارده في مناطق استلمت، ما انا فاهم، في مناطق كان فيها بعض التاخير. اسكندريه بدءا من اليوم الحاج عامر ليس رئيسا لمنطقه اسكندريه. عشان الناس ترتاح بس، لان هم فاكرين انا باخد فلوس من هنا ومن هنا ومن هنا من اربع خمس حتت يعني. لا لا، بس ده مهم. وبعد كده كلها عمل تطوعي في كل الاماكن ديت، مفيش حد في الفروع دلوقتي. الموظفين هم اللي بعض المديرين هم اللي هيبقوا بديل كمان لمجلس الاداره طبقا للائحه النظام في اخر جمعيه عموميه. وخلي بالكم يا جماعه، عايز اقول لكم على فكره، الاستاذه امنيه حسين من الناس النشطين المحترمات معانا بتسال بتقول احنا مش ضد الفلوس، ده الاحتراف بيخلي الدنيا افضل. لا، الحاج عامر مش ببلاش عشان يكسر عين المصريين، الحاج عامر راجل بيعمل ده بحب ومحترف. خلي بالك انت بتتكلمي في نقطه كويسه. يعني انا يعني رايي في العمل التطوعي زي الناس بتوع زمان الحمد لله، ان ما عندوش وقت ما يشتغلش اصلا. ولا ودرايه ولوائح وقوانين. يعني ما بقولش كده عشان اتنزح، ممكن هيكون فاهم غلط، انا ما بقولش كده عشان اتنزح. لا 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 لا، هي بتتكلم مش كده، هي بتتكلم ان اتعلمت من الناس، من كابتن جوينو اللي هو اليمني وكابتن طلعت الناس القديمه كلها، يعني اللي هو حرب الناس يعني ايه عملت التطوعي. وعشنا في الانديه اسكندريه، الانديه الشعبيه اللي طلعت اللعيبه زمان لانديه الاتحاد الاولمبي والسواحل، ان الناس كلها الانديه الشعبيه دي كانت دكاكين في الحارات، كانوا يدفعوا من جيبهم ويجيبوا الاولاد الصغيرين ويعملوا فرق ويهتموا بيهم ويعملوا لهم كل حاجه. هو ده العمل التطوعي بتاع زمان، فالحمد لله ربنا ادانا القدره ان انا استكمل بيها لغايه دلوقتي. لا كمان عايز اقول لحضرتك على حاجه يا حاج عامر مهمه، هما بيتكلموك في النقطه دي انزحه، لا هما فهموك صح. هما بيقول لك الاحتراف بالمال بيخلي الدنيا تبقى افضل من الهوايه كمنظومه. فانا عايز اقول ان الحاج عامر بعشرة سنين يجمع ما بين الاثنين، هو حر بس هو اصلا محترف. يعني لو جيت قلت لي انا عبد الناصر والله لا اجامله، تحط اجر كام للحاج عامر؟ اقول لك كلاتنبرج بياخد كام؟ 30 40 الف دولار في الشهر. الحاج عامر احط له 80 الف دولار لو بنتكلم في احتراف، ولكن هو محترف بيخدم بلده. عشان بس اللي فاتت عبد الناصر بيه اللي جت الاتحاد اللجنتين اللي فاتوا ما كان بياخد 5000 دولار و3000 دولار في الشهر. مش هو ده المبدا وممكن واحد بياخد فلوس وما يشتغلش. بقول لك بقول لهم على سر، الحاج عامر حسين اذا كان هاوي من اجل الشهره، الحاج عامر لا يخرج ابدا في استوديو تحليلي، ما بيجيش ضيف خالص. احنا بنجيبه التليفونات بنقول له من باب الاحتراف انك انت لازم ترد علينا، فالراجل بيرد الاستفسارات هاتفيا. اتحداكم مره شفتوه قاعد في استوديو، يعني طول عمري نفسي اشوفه في استوديو. دي نمره واحد، عشان بس نبقى متجردين. نمره اتنين، هو حد في تعامله مع الكل. يعني ممكن ياخد قرار لا اتعامل مع عبد الناصر واشتم 700 سنه. بلاش الحاجات دي عبد الناصر. بعد اذنك بس، ولا يضع في دماغه سوشيال ميديا خالص. يعني مثلا لو بيعمل حساب لسوشيال ميديا مش هيقول جماهير الزمالك حماس وما عندك في الليحة عقوبه حماس، لانه عارف ان جمهور الاهلي هيعمل حمله شرسه عليه. ولا في دماغه. وانا كلمته قلت له حاج عامر يعني ايه كلمه حماس؟ قال لي يا سيدي الفاضل مش عندي في اللايحه، اطلع اكذب على الناس وانتوا كلكم بتسالوا عليها. وبسالها لك تاني يا حاج عامر. يعني الناس بتشجع واقفه على الكراسي، وطبعا الكلام ده غلط. يمكن في الخارج عاملين بعض المدرجات ما فيهاش كراسي للمشجعين اللي هي وقوف. عشان الناس اللي بتتنطط. هنا كل الاستادات دلوقتي فيها كراسي، فلما الجمهور بيقف على الكراسي النادي بتاعه بيتحمل مسؤوليه الكلام ده والتلفيات، لان ده جمهوره، لان اللايحه
بتقول النادي مسؤول عن جماهيره وبيدفع تأمين قبل المباراة على أي تلفيات، سواء الكراسي، سواء حنفيات المياه، جدارات المياه اللي موجودة في الاستادات، البوابات، بيدفع من التأمين. واللي وقع الأخير بتاع نادي الزمالك، كلمت مدير الاستاد اللي هو صبري الحقيقة، والراجل قال إن التلفيات كانت 30,000 جنيه وأنا أخدتها من التأمين. ده غير بقى إن واحد بيشيل الكرسي عشان يحدف بيه في الملعب. لا لا بس انا بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، انك انت قلت لي ان احنا بعد ما رجعنا للكاميرات ما لقيناش لا خروج بالفاظ ولا سب لمنافسين، فالموضوع انحصر في تكسير كراسي دي مسؤول استاد ومش موجوده عندي في اللائحه. اللائحه طبعا مش موجوده خالص اللائحه، انا عندي ما كل حالات اللي في اللائحه عندي اللي هو الشغب او التلفيات من فريق تاني، يعني مثلا جاب عتل مدير الاستاد او النادي قال لي حق الجمهور مجرد الفريق الجمهور التاني حصل فيه تلفيات. انا بس عايز دخلت غرفه الملابس كسرت غرف الملابس بتاع الفريق التاني اللي هو فريق الضيف. فبالتالي هنا خلاص انت بتعمل التحريات وتبعت لمدير الاستاد ايه اللي حصل في البتاع، حصل كده بتتحرى ايه كلمه التلفيات ايه بيدفع. يعني طب هل ممكن في اللائحة نطور ونحط مقابل عقوبة؟ لأن احنا شفنا في كأس العالم اليابان عاملة عظمة واحنا عايزين السمو والرفعة، هل ممكن نحط في اللائحة اللي بيقع مننا لنصل إلى درجة الكمال يا حاج عامر؟ لا صعب، انك انت كل ما تحط حاجة في اللائحة تطلع حاجة تانية، فالأمور صعبة تلاقي لائحة بتغطي الكلام ده كله. يعني انت قصدك لما بيظهر حاجة بنتناشاها مستقبلا، لكن في الموسم اللي بعده اللائحة بتتضاف في الموسم اللي بعده، لكن لازم هنشوف حاجات تانية ونقعد نطور. الماتش الأخير عند النصر بيه موضوع بتاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يعني الشغب موجود في كل العالم، يعني حصل مشاكل، بس الميزة بقى إن الناديين طلعوا بيان مشترك إن هم رافضين الشغب دوت وان هم بيحافظوا على اللعبه واتحاد الكره طلع قرارات رادعه. يعني لازم الانديه كمان تساعد، بس الانديه للاسف بتقلى من جماهيرها، مش عايزه تعادي جماهيرها. يا فندم الانديه، ما هو الانديه ما هو الانديه انما ليفربول ومانشستر سيتي طلعوا بيان مشترك تاني يوم المباراه اللي هو كان في كاس الرابطه، لان حصل مشاكل بين الجمهورين بعد المباراه، وطلع بقى مشترك ان هم ضد الشغب دوت وضد اللي حصل، الناديين مع بعض. انا متابع يا فندم، هنا ما ينفعش كده. بص يا حاج عامر، انا اكتر واحد خد قضايا في تاريخ الاعلام المصري. عايز اقول لك على خلاصه، كيف او اطلع بيان وانا بدي مرتبات للصفحات اللي بتخد الجماهير؟ يا حاج عامر ده ملف كبير جدا. الموضوع خلاص عبد المنصف. يا بيبي ده ملف كبير، انت على مزاجي الصبح ابعت تويته امر نشر زي الكتائب الالكترونيه عامر حسين ملك مسابقات الكره الارضيه. النهارده ما رضيتش احمر ولا ابيض، كل واحد هيأجر عليك رجالته. ولذلك انا الناس بتقول لي اتغيرت ليه؟ قلت له كل الحدوته ان انا عرفت ما وراء الستاير، ما وراء الكواليس. يا فندم انا اعرف اعتمادنا اولا واخيرا على ربنا ان شاء الله. يعني انا اعرف ناس بتقبض من الاهلي والزمالك وبتدير صفحات اهلي وزمالك ويعملوا اللايكات والاعجاب لبعض، والصفحات بتضرب بال 25 مليون اعجاب، واللي وشغال يعني شغال على صفحه الزمالك يشتم في الاهلي ويعمل منشن للمشاهدات عشان على صفحه الاهلي هو يروح يرد يشتم في الزمالك. هو شايف الفجر وصل لايه؟ والله يا ريت الناس المعتاده بقى تبعد عن تسمع الكلام دوت وما تنقدش الكلام دوت يا فندم، والدوله شغاله في اللي بيتقال 90% منه مش حقيقه، والهجوم على يا فندم والدوله شغاله في الملف ده، وطلعت قانون السوشيال ميديا من 4 اشهر وبيحبس من اول جلسه، وكون واثق ان اللي جاي مختلف تماما عن اللي راح بالسوشيال ميديا. دلوقتي من الجلسه الاولى بتطلع احكام، ما فيش حاجه اسمها ممطه زي زمان، وضبط السوشيال ميديا هيكون بشكل لا تتخيله الفتره اللي جايه، وكل واحد ممسوك من عرقوب اللي جابه ابوه لايامه بيننا. نتمنى كده والله، نتمنى كده عشان الامور تستقيم يا فندم. انا مشاهدتي بالملايين قلت النص،
الناس بتعايرني. قلت له يا اخي مش عايز مشاهدات حرام، ومش عايز ادخل النار عشان ارضي معاليك ولا تلزمني، انا بطلع اكلم نفسي وجريء جدا بس في كلمه الحق والاحترام. فده نفس الوضع يا فندم، انت طلع قرارات النهارده ترضي الاهلي، كل صفقه كتبتك في الاهلي هتقول الملك عامر حسين نجم مسابقات. انا كل اسبوع بتهاجم من نادي شكل يعني، انا متعود. الله ينور عليك. ادي كل جوله في عقوبات على نادي ونادي لا، فده بيهاجمني الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعده النادي التاني بيهاجمني. يعني انا اتعودت على كده، بس انا اتمنى ان الناس اللي هي بعيدة عن المطبخ زي ما حضرتك بتقول يعني تبقى مستوعبه الكلام دوت، ان في حاجات بتبقى مش مظبوطه وبتتعمل بفعل فاعل علشان الهجوم على بعض الاشخاص، فبالتالي نتمنى ان شاء الله ان الناس تستوعب الكلام ده. بص، هذه الحاله الضبابيه بدل فتحتها اختم بيك بكلمه، لم يصبح عندنا موهوبين في الإعلام ولا معدين شطرار، وأصبحنا بناخد المعلومات من الفيسبوك والسوشيال ميديا والناس اللي بتفبرك دون أن نتأكد. فكانت النتيجة أن السوشيال ميديا حولتنا إلى إعلام بلا أدلة وبلا توثيق. ولعلك تفتكر كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان بيخاطب المرحوم وائل الابراشي استاذنا العظيم رحمه الله عليه في احد لقاءاته، لما قال عندنا اعلام محترم ولكن انا حزين الريس ان يبقى في برنامج وائل بيطلع علينا يوميا كل مصادره من الفيسبوك. طب هل تحققت من وزير؟ هل تحققت من مسؤول؟ يا فندم احنا بنصدق الفضيحه الكذب وما بنصدقش البراءه اللي بتطلع من المحكمه على الفضيحه. ده موضوع كبير يا حاج عامر. ما انا عشان كده انا قاطع الحاجات دي كلها، انا معايا تليفون من الزراير ارد. اشكرك على انك انت بشكرك. انك انت عملت لنا حاجه تاريخيه بنحلم بيها، وعلى وعد ان يكون النهج كله كده. اكيد طبعا ان شاء الله، ما دام بدات بحاجه يبقى لازم تمشي على الكلام ده على طول ان شاء الله. تحياتي ليك وشكرا جزيلا. شكرا.